طبعا بانتظار قهوتنا تجهز قرازيلة راح نتحدث عن القهوة، وهي ليست مجرد مشروب عادي بل هي ثقافة بالنسبة للمجتمعات على اختلاف أنواعها، عربية أمريكية تركية كانت أم غيرها. بالفعل بالثقافة العربية على سبيل المثال بتعكس القهوة كرم الضيافة يلي بيشتهر فيها العرب، وطبعا من خلال رحلة البن من منتصف القرن التاسع عشر من إثيوبيا إلى العالم، طور شرب القهوة بكل بلد، طور عادته الخاصة وتقاليد اللي بترافق القهوة. على صعيد التجارة العالمية أصبح البن من بين السلع الأهم اقتصاديا، وهو اليوم يحتفي العالم باليوم العالمي للقهوة بمناسبة الاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا اليوم طبعا للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن. طبعا للمزيد يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو السيد محمد عيسى الغرير الرئيس التنفيذي لشركة كرم للصناعات الغذائية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم قهوة عالمي وكلنا بخير. مو بخير وانتم بخير إن شاء الله. متخيل الأمر يلي غالبية شعوب الكرة الأرضية ممكن تتفق على حبه، باستثناء يمكن الشرق الأقصى أنا بحبه الشاي، نتفق على حبنا للقهوة. بالبداية إذا بدنا نسألك على صعيد شخصي، شو بتعني لك القهوة؟ ده كل شيء، الدنيا كلها. بالفعل اليوم ما يبدا بدونها، واليوم ما يخلص بدونها. ما يخلص لازم قهوه مسا يعني. ها لازم اوكي. يعني ثقافه القهوه مثل ما تفضلتي في المقدمه ثقافه مختلفه بس متوحده بالمنتج. بالفعل صحيح. وحتى في آسيا لو بصلح المعلومة، حتى في آسيا حين قامت تتغير من الشاي للقهوة تدريجيا عم تدخل. نعم. ثقافة القهوة. نعم. ولكن بتخيل. نعم. بدهم سنين بما أنه الشاي إلى حد ما مقدس عنه. صح بس القهوة مقدسة عندنا لأنها بدأت من عندنا أصلا طبعا. يمكن أصبح شوي سيد محمد. نعم. ثقافة شرب القهوة أنا تختلف. أنا رايح أجيب فنجاني عفوا. أيوة. والله لو تجيب لي فنجاني. ثقافة شرب القهوة اختلفت شوي يعني زمان. شكرا. تفضل. شكرا. عفوا ضيفنا بلشنا بمهران. لا نتحدث عاداتنا العربية. نعم. وكرم الضيافة. نعم. فاختلفت العادات ربما بشرب القهوة. زمان كان الواحد يشربها مثلا قهوة عربية مرة، الآن أصبح في أنواع مختلفة للقهوة. ما بقول اختلفت، بقول تفرعت. تفرعت لأن القهوة العربية موجودة، كانت عندنا هني في الخليج ولا كانت في بلاد الشام ولا كانت حتى في أوروبا. يعني اختلفت، صارت إضافات، صارت إبداعات، كل واحد قام يزيد عليها فكرة. يعني هذه ميزة القهوة، بس المحتوى نفسه. تعرف من الحديث عن الإضافات حضرتك. نعم. ذكرت إضافات. نعم. ولكن القهوة إذا الواحد بده يستمتع مثل ما أنت حضرتك قلت بيبدأ النهار معه وبيخلص. نعم. النهار معه. نعم. فالمجد للقهوة السوداء صح من صح دون أي صح إضافات صح، لأنه خاصة الأشخاص اللي بيستلزوا بالحبوب والروست بحبوا القهوة السوداء. سوداء نعم، هي الأساس، لأن هي المذاق الأساسي اللي ينبنى عليه كل شيء ثاني. بتزيد الحليب ولا بتزيد، نحن هنا عندنا ثلاث أنواع من البهارات نضيف عليها. قرفة، الجرفة، الهيل أعتقد، لا ما بالجرفة، القرنفل. نعم. نحن عندنا هنا في الإمارات. أوكي. القرنفل، الهيل والزعفران، هاي ثلاث أشياء. نعم. القرنفل هذا عادة في الشتاء لأنه مضاد حيوي طبيعي. حلو. وفي ناس يحبون طعم القرنفل في القهوة. بس إن زاد عنه خرب القهوة. الهيل إذا زاد على القهوة خربها، والزعفران على غلاه إن زاد عليه خرب القهوة. يعني هي الملك والمكونات الإضافية. نعم. حاشية الملك. نعم. ممنوع يتقدم. نعم. 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 وأنا سيد محمد عم أشرب القهوة شعرت فيها طعمة مميزة. نعم. تقدر تقول شو هي الطعمة ولا؟ على حسب. شوف الحين عندك نوعين من القهوة. عندك حبة الأرابيكا واللي هي مستوحاة من القهوة العربية تاريخيا. نعم. لأن طلعت من المخا في اليمن، تصدير القهوة بدأ من المخا من اليمن بس اكتشفت في أثيوبيا. تحميص يمكن. نعم. في اليمن كان أو لا، هم اكتشفوها في أثيوبيا. بالغلط، وكان المخا أول ميناء للوطن العربي. القصة مختلف فيها، مختلف عليها القصة. فاكتشفها مزارع بالغلط، وبعدين عرف أنه لازم يحمصها عشان تطلع ريحتها،
والتجار اليمنيين طلعوها من هناك. نعم. هم شافوها في الحبشة، من الحبشة جت اليمن، والتجار اليمنيين قاموا يتاجرون فيها لين ما وصلت لأوروبا. بالفعل. وتصديقا على كلامك، في قهوة يعني المخا، في كتير قهوة سميت على اسمها، تسأل المخا أو المكة. نعم. صحيح. لأنه ما يقدرون يلفظون الخاء. فعندك الأرابيكا، الأرابيكا تعطيك طعم على حموضة، على يعني حمضيات تقريبا، سترسي بعض الشيء، سترسي حمضياتي. نعم. الروباستا بعد صنف ثاني يعطي على مرارة. يعطي على مرارة. ففي بعض الأحيان نخلط بين الاثنين، نعسب نوازن بين حموضة الأرابيكا ومرارة الروباستا. في بعض الأحيان أحادية المصدر، قهوة أحادية المصدر تعطيك الطعم الخاص للمصدر، هذا كان من فيتنام ولا كان من الهند، نيكاراغوا، الهند، شو ما كان. بس هذا على كل سنة يتغير، على كل محصول، على كل حصاد يتغير. صحيح. أنه بالنسبة لمحصول القهوة، نعم، مفضل أنه مش كل عام، عام لا، حتى تكون الحبوب البن بأفضل ما يمكن. ما بشار طلع في المزارع الحين، المزرعة النبتة ممكن يقطفون منها القهوة على مدى 11 سنة ل 25 سنة. نعم. يوصل بعدين ارتفاعها عالي جدا أنه ما يقدرون يقطفونها، يضطرون يشيلونها يزرعون غيرها. فهي سنويا تعطي، سنويا تعطي كل سنة موسم الشتاء عادة يصير الحصاد، مرتبطة طبعا بالأمطار. صحيح. مرتبطة طبعا بالتربة وبطريقة التخزين بعض الأحيان، هذا بعد يلعب دور. بس الدور الأساسي وين؟ وين تكوين الطعم في نواة القهوة؟ من المزرعة، من التربة، من الأمطار، من الأجواء اللي هي فيها. فهذه تتجمع فيها الطعمة هذه، بعدين تيجي عندنا وتنتقل حول العالم. طبعا الحديث عن القهوة يطول، وبما أنه يطول خلينا نرتاح ونستلذ بكوب القهوة وبالحديث بالوقت نفسه. أنا حاب أسألك سيد محمد عن إقبال الشباب على القهوة في هذه الفترة. أنت طبعا عندك كوفي. نعم. نحن عندنا مصنع، مصنع كامل. نعم. كيف تلاقي الإقبال على القهوة بشكل عام؟ والله اللي نشوفه اليوم، الدارج اليوم الناس قامت تشتغل في مجال القهوة، تفتح لها كوفي شوبات. قليل اللي يشتغلون في التصنيع، قليل اللي يشتغلون في التصنيع، لأن التصنيع شغلة صعبة. صحيح. التصنيع وبدأ دراية وبدأ واحد واقف عليها. نعم. بدأ واحد واقف عليها، فأكثر الناس تشتغل تفتح لها كوفي شوب. عندهم مذاق معين، عندهم مزاج معين، عندهم هذا يبون هم يشاركون الناس فيه. فهذا أتصور هو اللي يشجع الناس أن بفتح كوفي، أن أشارك الناس مذاقي أنا الخاص في القهوة. نعم. حلو. طيب، شرب القهوة في إلها عادات، في إلها تقاليد، راح نشوف هذا الخبر ونرجع نستكمل. نعم. حوارنا إن شاء الله. يعني لا يبدو شرب القهوة بهذه البساطة، هناك عادات، هناك تقاليد ارتبطت مع هذا المشروب الرائع. عليكم بعض العادات لدى العرب عند احتساء القهوة. طبعا أولا تقدم القهوة باليد اليمنى، إضافة الوقوف ضروري أثناء صب القهوة، مسك الدلة باليد اليسرى، وتقديم الفناجين للضيوف باليد اليمنى. طبعا منبدأ بصب القهوة لمن هو في صدر المجلس، وتقدم القهوة إلى الضيوف من اليمين إلى اليسار. شو رأيك أستاذ محمد؟ هذا صح. ليش؟ ما زالت هاي الناس متمسكة بهاي العادة في المجالس؟ نعم، في مجالسنا نعم. في مجالسنا نعم. وبتلاحظون بعد نفس الأشياء هذه موجودة بعد في بلاد الشام، كيف تتقدم القهوة، أنتوا قهوتكم في بلاد الشام غير عن قهوة الخليج هنيها. صحيح. ونتكلم بلاد الشام يعني من العراق إلين سوريا إلين مصر، يعني كل منطقة، الشرق الأوسط بشكل عام، كل منطقة حتى شمال أفريقيا لهم بعد طقوس مختلفة في القهوة. طبعا بلاد الشام نحن بتأثير كتير كبير من السلطنة العثمانية، القهوة التركية اللي انتقلت. نعم. إلى بلادنا. نعم. فيما بعد أصبحت تعرف بالقهوة العربية، القهوة العربية. نعم. 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 طيب، كنا عم نحكي وحضرتك بالأحرى كنت عم بتشير على أهمية أنه يكون الشخص على رأس عمله فيما خص القهوة، بدأ دراية. نعم. بدأ مراقبة، بدأ حسن معرفة وإدارة. نعم. إذا بدي أسأل حضرتك النوع المفضل عندك، لأنه الحبوب، حبوب القهوة تتنوع من إثيوبيا إلى نيكاراغوا إلى الهند. نعم. إلى كولومبيا إلى البرازيل،
وحضرتك لفتني كثير لما قلت بيبدا النهار فيها وبيخلص النهار. نعم. بدي الخلطه اذا بدك يلي بتحبها صباحا والخلطه يلي بتتناولها مساء. هلا يعني بكوننا نحن نشتغل في المجال نشوف اشياء يمكن الجمهور ما يشوفها. ما بكل الانواع والاصناف تنزل للسوق. صحيح. لان في بعض الاحيان تكون صعبه ان ننزلها للسوق، صعبه ان تكون موجوده للجمهور بشكل مستمر، لان بعد الجمهور حساس. الجمهور ما يبغي اختلاف كثير في قهوته اللي يتناولها في البيت اللي حضرها في البيت. خاصة قهوة الصباح. هذه بدنا نفس الطعم صباحا. هذه وهذا لأن المنتج زراعي صعب جدا الواحد يعني يثبت استمرارية معينة. فبالنسبة لي أنا دائما وقت الحصاد موسم شراء القهوة. هذا يعني أهم موسم بالنسبة لي أنا، لأن نتذوق القهوة اللي موجودة حصاد السنة. حلو. نتذوق الجديد، نتذوق اللي ممكن حتى ما ينزل في السوق. يعني في نوعيات تجينا ما ننزلها في السوق لانه صعب ان بغير طعم القهوه اليوميه اللي نحن بعدين مش هيك. بتعرف نحن كمتذوقين بعز علينا انه نعتاد نكهه معينه نحبها. نعم. بعدين يقولوا لنا غير متوفره بعد الان. ترى طبيعه الانسان يخاف من التغيير. طبيعه الانسان ما يحب يجرب كثير ولا يغامر كثير. أنك تغير في شيء تبدأ يومك فيه صعب. بالفعل. فعلا صعب جدا. بس إحنا بيكون شغلتنا في هذا المجال لازم كل يوم نتكيف ويا تحديات ولا نواجهها في المزرعة. يعني فرضا إذا كان في شح في الماء المنتج يقل. إذا كان في فرضا مرض معين يصيب النبتة. مثل شو سيد محمد الأمراض اللي ممكن تصيب أو التحديات بشكل عام؟ في أمراض معينة تصيب النبتة تأثر في ورقة النبتة نفسها. ومثل ما تعرفون أن الورق هذا هو اللي يأخذ أشعة الشمس ويحولها لطاقة للنبتة. صح. من غير طبعا العروق في الأرض اللي تأخذ الماء وتأخذ الغذاء من التربة. فممكن من أي جهة. فإذا تأثرت الأوراق تأثر على النواة الفاكهة القهوة. وإذا تأثرت التربة بنوع من الحشرات ولا بنوع من تغير في تركيبة التربة نفسها، هاي بتأثر على طعم الحبة نفسها. نعم. طيب لا شك أنه الزراعة والمحصول بيحتلوا مرتبة متقدمة لجودة. نعم. القهوة، ولكن نعم. يعادلهم بالأهمية طريقة التخزين والتحميص. نعم. نعم. وبين الميديوم روست والدارك روست عندك فريقين ممكن أوقات يتجادلوا بين بعضهم. نعم. مثل ما بيتجادلوا على كرة نعم القدم. التحميص. نعم. لا ومن بين المتوسط والغامق بعد في شيء في النص. بالفعل. أو المزيج بين الاثنين. في يعني هي ما تخلص. لأن المثل العربي المشهور لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. صحيح. بالفعل. فنحن ما نقدر بعد نجزم أن أنا قهوتي هذه أفضل وحدة، لأنه ممكن ما تصلح لشخص ثاني. وهذه حلاوة المنتج، هاي صعوبته من جهة وحلاوة المنتج من جهة، أنه ممكن تتعرض لمذاقات، تتعرض لأذواق الناس الثانية، ويمكن حتى أنت كشخصك مذاقك يتغير إذا جربت شيء ما جربته من قبل. صار عندي فضول أنا سيد محمد، أنت ما شاء الله بتشرب قهوة في الصباح وفي الليل. نعم. كم ساعة بتنام اليوم؟ والله ننام الحمد لله. يعني أبي أثر على نومك؟ أبدا. أنا من الفريق اللي بيتنور وما قهوة مساء. لأن أهم شيء المزاج. إذا المزاج رايق كل شيء يمشي. سألت السؤال لأنه بدي أسألك عن القهوة الديكاف اللي هي. نعم. من غير كافيين. نعم. شو رأيك فيها؟ هاي شو بتكون بالضبط؟ هذه نحن اشتغلنا عليها فترة طويلة. واشتغلنا لسبب واحد. يعني إذا نضرب مثل لو سيء شوية واللي هو السيجارة. السيجارة بدون تبغ ما تمشي. نفس مبدأ القهوة بدون كافيين ما تمشي. صح. بس نحن اشتغلنا عليها هذه فترة، والهدف منها لأن في ناس صارت لهم حساسية من الكافيين نفسه أو ردة فعل سيئة. نعم. وبغيناهم يعني كثير يعني أعرفهم يجلسون ويانا ما يقدرون يشاركونا القهوة لأن عندهم حساسية منها. فبغينا اشتغلنا على ديكاف فترة على أساس أن يكونون ويانا
أن ما يكونون يعني يشربون شاي ونحن نشرب قهوة. الشاي زين يعني ما لمة القهوة. لمة القهوة. نعم. ما نعيب الشاي بس. هنا المرة الثانية بسامحونا جماعة ما حبي الشاي ولكن اليوم الحديث عن القهوة. فقط. ما نعيب الشاي بس أن يشاركونا القهوة. ففي نوعين في السوق. النوع اللي يستعملون مادة كيميائية واللي هي ثاني أكسيد الكربون. يسمونه CO2 powder ولا بودرة ثاني أكسيد الكربون. هي مضرة جدا بالصحة. مضرة يعني هم لو كانت مضرة ما يبيعونها بس هي مادة كيميائية آخر شيء. مادة كيميائية إلى تأثيراتها على القهوة وعلى جسم الإنسان. هذه ما عندي أي دراسة تثبتها بس أن الهدف منها أن أي إضافات كيميائية المفروض تبعد عنها في كل الأحوال. صحيح. ما نقدر بعد نذم الجماعة لأن ما ندري يمكن عندهم هم دراسات. فأنا أكون شوية محايدة لازم نأخذ المحايدة شوية بس أي إضافات كيميائية نعتبرها نحنا ما نباها ما نقول مضرة نخلي في ذمة اللي يسوونها نخلي هالكلمة في ذمتهم بس نقول أنه ما نباها. ففي شركات اليوم تنتج تستخرج الكافيين من القهوة بطريقة الماي يستعملون الماي تقدير الماي هذا يسحب الكافيين وهي طريقة والماي نحن تقريبا كلنا ماي بالفعل. يعني الماي هي تركيبة الحياة كلها أساسا فالماي هذا إذا سحبنا الكافيين منه بالماي شفنا النتيجة أفضل وشفنا أن نحن نقدر نبيع المنتج بطريقة أن بعد يريحنا نحن أن ما في أي مواد كيماوية نهائيا بالفعل. ونحن الشركة الوحيدة حاليا في الإمارات اللي عندنا قهوة القهوة الإماراتية بكاف وبالماي يعني نعم. أن ما فيها أي مواد كيماوية نهائيا حتى في التصنيع عندنا نحن ما نضيف عليها أي شيء القهوة الخضراء تينا من المزارع نحمصها بالحرارة ونكيسها تمام. بالنسبة للتحميص والتكييس نعم في كثير من الأشخاص عندهم روتين القهوة خاصة الصباحي نعم. هو بالفعل عبارة عن روتين نعم. يعني بحبه إذا بدك ياخدوا مجر أي مقياس كمية نعم. القهوة الحبوب تنطحن نعم بغض النظر كيف بحبوا قهوتهم سواء مقطرة أو بالكتل نعم. أو على النار نعم. ولكن هيدا روتين كامل حضرتك نعم. من وجهة نظرك كأخصائي بمجال القهوة هل البن المطحون ومكيس بحافظ على نفس خلينا نقول طعم القهوة لما بتكون عم تطحن مباشرة على حسب التخزين الحين المطحونة أنتوا كسرتوا الحبة تعرضت نعم. للهواء أعطيكم مثال التفاحة يوم تقصون التفاحة تفاحة كاملة تفاحة مقصوصة تتأكسد فتتعرض لها الأكسجين وتبتدي تتأكسد فيوم تطحن مثل ما طحننا هني وحضرنا القهوة الحبة متكاملة يوم تطحنها وتكسرها تبتدي تتأكسد حتى الحبة المتكاملة تتأكسد ما بنا بس بسرعة أقل من المطحونة بتلاحظون شوابنا وعيايزنا شو كانوا يسوون يحطون الكيس في الفريزر لاحظتوها هذه عندكم مظبوط صح كبارنا يعني صحيح. كبار السن صحيح يحطونه في الفريزر في حكمة في الموضوع هذا حتى يحافظوا على جودة يبطي الأكسدة يبطي ما يوقفها أوكي. يبطي الأكسدة يوم تبرد القهوة في الفريزر تبطي الأكسدة بس ما توقفها أوكي. فالهدف أنه يوم تشتري كيس القهوة إذا كان مطحون خذ كيس صغير استهلكه على مدة الأسبوع بدل ما تاخذ كيس كبير وتتركه عندك متعرضة للهواء على آخر الشهر طعمه بغير. يتغير أو يروح نهائيا جيدة النصيحة دائما الحكمة من كبارنا بالفعل فينا نحط إذا الكيس مطحون فينا نوضعه بالبراد وبكميات صغيرة خذوا كميات صغيرة منها الكمية الصغيرة يوم دائما تشترون يعني نحن نبغى نروج لبضاعتنا بس بعد لازم نشجع المنافس يوم تشترون باستمرار من المحل اللي أنتم متعودين عليه أنتم بعد تساعدون الشخص هذا صحيح. بكونكم أنكم باستمرار تشترون من عنده وتدعمونه الدورة الاقتصادية عنده أسرع لازم جميل جدا. بالنسبة للمنافس أيضا سيد محمد راح يكون أن جلسة خاصة بيوم الشاي العالمي كمان إن شاء الله إن شاء الله أشارككم بالمعلومات اللي موجودة أدري أكيد شرفنا أكيد مو مثل القهوة بس اللي موجود شرفنا والله سيد محمد عيسى الغريرة رئيس التنفيذي لشركة كرم للصناعات الغذائية شكرا جزيلا لكرمك وشكرا جزيلا لوجودك معنا مشكورين على استضافتكم وشكرا على القهوة اللذيذة جدا طبعا نحن اليوم ما حكينا بس عن القهوة وطعمها وجمال صباحها إذا بدك ولكن ما بغيب عنا أنه أيضا صحيا مفيدة والدراسات عم تثبت يوم بعد يوم أنه تناول القهوة مفيد جدا للذاكرة وللأمراض مثل الأزهايمر الاعتدال في كل شيء طبعا كل شيء زاد عن حد انقلب ضده صحيح. بس هذه شكرا شكرا